طيب يبقى احنا زي ما قلنا احنا عندنا في كذا ميثود بنشتغل بيهم في الحسابات بتاعه الفولت اناليسز. اول واحده اللي هي السكيماتيك دايجرام، قلنا ان هي بتستخدم او مفضله في الراديال سيستم، هي ليميتد على سيستمز معينه، ما ينفعش استخدمها في الرينج مثلا او الكومبايند. بتبقى معتمده على الحسابات بتاعه الزيرو سيكونس سيركت والكونكشن بتاعتها. يعني انت لو ما عملتش الكونكشن بتاعتك في الزيرو سيكونس بشكل مظبوط وما وصلتش الثلاث دوائر مع بعض بالشكل المناسب حسب نوع الفولت اللي انت شغال عليه او اللي انت هتحسبه، الحسابات عندك كلها هتضرب في ان انت تطلع يعني الناتج بتاع تيار الفولت بشكل ايه، بشكل سليم. طيب تاني ميثود بقى موجوده واللي هي بتستخدم لكل انواع الفولت سواء كانت انسيمتريكال او ثري فيز مع اختلاف طبعا المعاملات، واللي تنفع على كل انواع السيستمز يعني unlimited للعدد بتاع الباصز اللي موجودة. يعني هي طريقة حلوة جدا، واستخدامها على الماتلاب الحسابات المانوال بتاعتها بتبقى صعبة طبعا كل ما عدد الباصز بيزيد معاك في السيستم. بس لو انت مثلا عملت الكود بتاعك على الماتلاب هتغير المصفوفة بتاعتك يعني كحدود لحد شوف لحد فين، يعني لحد اكبر عدد باصز تقدر تفكر فيه هتتحسب بكل سهولة يعني، والدنيا هتبقى جميل. طبعا ده على الماتليب، لو بإيدك والباصز عددها كتير مش هتعرف انت نفسك مش هتعرف تفك المصفوفات والحاجات دي، هتبقى الدنيا معقدة معاك شوية. فزي ما الدكتور قال لكم في المحاضرة، انتوا السيستمز اللي هتشتغلوا عليها هتبقى يا اما دبل باص يا اما ثري باصز. تمام، فخليني بقى نشوف هنبدأ نشتغل في الميثود الجديدة دي ازاي. اول حاجه بس المهمه او ان انتوا المفروض تكونوا عارفينها، ان انتوا لازم تفرقوا ما بين تعريفين سواء كان امبيدنس او ادميتنس. انا عندي حاجه واخده بي كده سمول اللي هي معناها بريماتيف، وعندي اللي هي البص. تمام، البريماتيف امبيدنس دي هي الامبيدنس الاوليه او الامبيدنس الفعليه اللي موجوده عندي في السيستم، دي اللي بتبقى مكتوبه على اللاين اللي واصل ما بين البصز. تمام، فبيبقى عندي طبعا الامبيدنس والادميتنس احنا عارفين العلاقه ما بينهم ايه، ان الادميتنس هي مقلوب الامبيدنس او العكس، برضو الاثنين واحد. فانا بعرفهم ازاي؟ يعني انا لو عندي رسمه او زي اللي تحت عندي ده كده مثلا هعرف الرقم اللي عندي ده ادميتنس ولا امبيدنس. الامبيدنس بتبقى عباره عن جي بالبوزيتيف، يعني بلاقي الرقم او القيمه بتاعه الامبيدنس واخده جي بوزيتيف والرقم اللي جنبها رقم صغير. تمام، اما لو انا بشتغل على ادميتنس هلاقي ان هي سالب جي ومعاها رقم كبير. تمام، يبقى انت عشان تعرف من الرسم انت هتشتغل امبيدنس ولا ادميتنس شوف الشكل والأهم الإشارة برضو بتاعة الجي، لو أنت بوزيتيف يبقى أنت شغال إمبيدنس ولو نيجاتيف يبقى أنت أدميتنس. بالنسبة بقى للزد باص والواي باص فهما ماتريسيز بنحسبهم باستخدام البريماتيف إمبيدنس أو البريماتيف أدميتنس. تمام، طيب خلونا نطبق على مثال زي كده. أنت طبعا حضرت المحاضرة. تمام، الستبس اللي انت المفروض تبقى ماشي عليها وانت شغال في المسألة، اول حاجة ان انت تحسب الواي باص ماتريكس، وبعد ما تحسب الواي باص تبدأ تجيب الزد باص بتاعتك على حسب بقى السيستم بتاعك عامل ازاي، 2 في 2 او 3 في 3 تجيب الانفرس، وبعد ما تجيب الانفرس تبدأ تعمل الكالكوليشنز بتاعتك علشان تحسب تيار الفولت حسب طبعا نوع الفولت اللي موجود عندك في السيستم. طبعا هفكركم ان انا لو عندي سنجل لاين تو جراوند فولت السيركتس بتاعتي بتبقى متوصله سيريز. تمام، ولو انا عندي لاين تو لاين ببقى بوصل الدوائر بتاعتي برضو سيريز ما عدا دايره الزيرو سيكونس مش بدخلها معايا في الاعتبار لان انا مع الفولت بتاعي ملوش علاقه بالجراوند. ولو انا دبل لاين تو جراوند هوصل الدوائر بتاعتي ايه بارل. تمام، عشان بس لما نيجي نحسب تيار الفولت احنا هنشتغل بالزد باص وكل حاجه بس برضو لازم ابقى متخيله الكونكشن عامله ازاي للدوائر. تمام، طيب
سيستم زي ده كده يا شباب، انا عندي عدد الباصات فيه 3 تمام، وعندي عندي هنا جنريتور بقى، ايا كان جنريتور يعني سواء ده او التاني، والتاني هيبقى موتور يعني. عندي هنا امبيدنس دي بريمتيف ب 0.2، يبقى انا عندي دي امبيدنس والجي بوزيتيف، عندي عندي دي برضو امبيدنس الجي بوزيتيف ورقم صغير، وهكذا. هبدأ ان انا احسب المصفوفة بتاعتي بتاعة الواي باس تمام. طيب عشان احسب مصفوفة الواي باس هعمل ايه؟ الواي باس اصلا هي عبارة عن سكوير ماتريكس تمام، فيها المين دايجونال او السيلف دايجونال، عشان احنا بنسمي الامبيدنسز اللي فيه بتبقى اسمها سيلف امبيدنس. فانا المين دايجونال او السيلف دايجونال عندي بيبقى عبارة عن كل الاليمنتس اللي هي موجودة عندكم دي، شايفين واي واحد واحد واي اتنين اتنين واي تلاتة تلاتة، ده المين دايجونال الموجود عندي تمام. في السيلف امبيدنس، طب انا بحسب السيلف امبيدنس دي ازاي؟ ببساطة كده المفروض ان انا عندي الرمزين اللي موجودين، يعني انا مثلا هو افترض ان الجنرال عندي واي اي جي تمام. فلما بيبقى عندي كل يعني كل الرمز او كل سيمبل من الحروف اللي تحت دي بيمثل لي باسبار معين تمام. فلو انا هتكلم على واي اي اي، يعني لو كانت الاي بتساوي الجي، فالواي اي اي دوت هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الامبيدنس المفروض المتصلة بالباسبار اللي انا بتكلم عليه، اللي هو سواء في الحالة بتاعت المين دايجونال كان باس واحد او اتنين او تلاتة. طيب هحسبهم ازاي؟ اي دايجونال element، يعني خليها عندك قاعدة كده، اي دايجونال element الادميتنس بتاعته بتبقى عبارة عن مجموع مقلوب القيم المتصلة بالباسبار اللي انا واقفة عنده او اللي انا بشتغل عليه. بمعنى انا لو هشتغل على باسبار واحد، مجموع مقلوب كل المعوقات المتصلة بي، يعني واحد على جي 0.2، واحد على جي 0.1، واحد على جي 0.2 تمام. وصلت يا شباب او واضحة؟ لحد هنا في مشاكل يا شباب ولا الدنيا تمام معاكم؟ باشمهندسة، هو أيوة. أنا حاليا لو اللي هي واحد من عشرة جي واحد من عشرة، لو هي مثلا جي واحد من عشرة وجنبها مثلا ترانسميشن لاين تاني جي واحد من عشرة برضه، وكذا يعني كذا حاجة مثلا تلاتة جي واحد من عشرة تمام؟ طالما كل الامبيدنسز اللي موجودة محصورة ما بين التو باصز تقدر تجمعهم في equivalent عادي، طب تجمعهم لو هم عادي بس جمع عادي. لو هما ايه؟ بارلل بس مش سيريز بارلل، لو بارل تقدر تجيب ليهم equivalent برضو، طالما محصورين ما بين التو باصز، طالما ما بين التو باصز مفيش حاجة في النص قاطعة الدنيا ما بينهم، طالما بين نفس التو باصز تقدر تجيب ليهم equivalent بالسيركت عادي من غير اي حاجة تمام. تمام لان هم في الاول وفي الاخير نقطة البداية بتاعتهم واحدة، نقطة النهاية بتاعتهم واحدة، فاللي في النص انت تقدر تختصره بالشكل اللي يسهل عليك الحسابات. طيب بالنسبة للدياجونال element يا شباب، في حد عنده اي مشكلة في الكلام؟ الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب طالما الناس ساكتة ومفيش اي مشاكل، حد يحسب لي الواي او يقول لي هحسب الواي اتنين اتنين ازاي؟ هتساوي واحد على جي بوينت اربعة زائد واحد على جي بوينت ثلاثة زائد واحد على تمام جي بوينت واحد. تمام تمام تلاتة ثلاثة يبقى واحد على جي بوينت ثلاثة واحد على جي بوينت اتنين. تمام بالظبط. يبقى انا دلوقتي زي ما اتفقنا مع بعض ان اي diagonal element عندي هجيبه ازاي، هيبقى مجموع مقلوب كل قيم المعوقات المتصلة بالباص ايه بالباسبور اللي انا شغالة عنده. دايما هتلاحظوا كده في ال y bus تمام، ان ال diagonal elements بتاعتك هتبقى بالبوزيتيف او بالنيجاتيف بقى على حسب الاشارة اللي انت شغال عليها او السيستم، بس هتلاقيهم كلهم واخدين نفس الاشارة، يعني
diagonal elements هتلاقيهم كلهم واخدين نفس الإشارة وانت شغال، وهتلاقي ال off diagonal وال on diagonal elements اللي هما المثلث اللي فوق أو المثلث اللي تحت، تمام، بإشارة مخالفة. ماشي، دي هنتات صغيرة كده تقدر يعني تتشيك بيها انت ماشي تمام ولا لا، لان زي ما قلنا اعتمادك اصلا في الميثود التانية دي على الزد باس بتاعتك. يعني انت لو عملتها تمام خلاص المسألة هنا تمام معاك، كل حاجة هتبقى مظبوطة. يعني احنا قلنا في السكيماتيك دايجرام اعتمادك كله بيبقى على الزيرو سيكونس سيركت ان هي تكون مظبوطة كونكشن او حسابات. بالنسبة للزد ميثود او الباس امبيدنس ميثود، يعني الاعتماد بتاعك كله ان انت تبقى عامل المصفوفه بتاعه الواي باس والزد باس بشكل مظبوط. طيب نيجي بقى على الميوتشوال اليمنتس او الاون والاوف دايجونال اليمنتس. احسبهم ازاي؟ هم عباره عن او بشوف كده التو باسز اللي انا شغاله عندهم. يعني لو انا هقول مثلا واي 1 2 فانا هجيب سالب مقلوب كل الامبيدنس المشتركه ما بينهم، تمام، يبقى سالب مقلوب كل الامبيدنسز المشتركة ما بينهم. بمعنى ان انا هقول ايه، لو انا شغالة على واي واحد اتنين هيبقى سالب جي سالب واحد على جي 0.1، تمام. لو انا هشتغل على واي اتنين تلاتة هيبقى سالب واحد على جي 0.3، لو ما بين واحد وتلاتة هيبقى سالب واحد على جي 0.2، تمام. يبقى ده بالنسبة للايه، للاوف دياجونال او الاون دياجونال اليمنتس. زي ما احنا عارفين ان من الخصائص بتاعه الواي باس ماتريكس ان هي سكوير سيمتريكال ماتريكس. سيمتريكال دي معناها ان انا الاليمنتس اللي موجوده عندي هنا كده بلاقي ان في تكرار ليها، كان في مرايه كده، يعني كان انت خط الدياجونال بتاعك ده مرايه بيعمل كوبي كده للاليمنتس الموجوده فوق هنا في الاون دياجونال لتحت في الاوف دياجونال كامل، تمام. لحد هنا يا شباب في حد عنده أي مشكلة في إيجاد الـ Y bus matrix؟ ها يا شباب الدنيا تمام معاكم ولا في مشاكل؟ يبقى بمجرد ما انت تحسب الـ elements الموجودة عندك زي يعني بقية الـ elements وتكمل حساباتك زي ما انتوا شايفين كده، الدياجونال اللي موجودة عندي هنا مثلا بإشارة سالبة، الأون والأوف دياجونال عندي موجودين بإشارة موجبة، تمام. وفي عندي زي نسخ كده للقيم اللي فوق دي بالظبط تحت، لأن أنا عندي المصفوفة دي إيه، سيمتريكال ماتريكس. ماشي، طيب بالنسبة بقى لإيجاد الزد باس ماتريكس، فأنا عندي تو كيسز. بما إن إحنا قلنا إن إحنا شغالين على 2 في 2 سيستم، يعني 2 باس سيستم أو 3 باس سيستم، تمام. طيب لو انا شغاله على 2 باس سيستم هتبقى الستبس بتاعتك عباره عن ايه، ان انت تطلع الواي باس، ماشي. يبقى انا عندي اول ستيب موجوده عندي لو انا شغاله على سيستم 2 باس، يبقى انا عندي 2 باس سيستم. اول حاجه عندك هتحسب الواي باس ماتريكس. بعد ما تحسب الواي باس ماتريكس بتاعتك هتجيب ال adjacent matrix وبعدها هتجيب ال determinant بتاعك وبعد كده هتحسب المصفوفة بتاعتك اللي هي الزد بوس اللي هي هتساوي عندك ال adjacent matrix مقسومة سالب جي، يبقى سالب جي في ال adjacent matrix بتاعتك تمام. طيب يبقى ده لو انا شغاله على 2 باس سيستم. طيب ايه هي بقى الادجسنت ماتريكس دي؟ انا في الادجسنت ماتريكس لو انا شغال على سيستم 2 باس، طبعا اللي قدامكم ده 3 باس فاحنا يعني ما تبصوش على الكلام اللي مكتوب،
هتاخد انت الماتريكس بتاعتك. لو انت عندك الماتريكس مثلا عبارة عن هتبقى 4 عناصر، هتاخد العناصر بتاعت القطر الرئيس، تبدل الأماكن بتاعتهم وتغير الإشارة بتاعت العناصر التانية اللي موجودة عندك. تمام؟ واضحة ولا أكتبها لكم علشان تشوفوها؟ ممكن حضرتك تقولها تاني بس. طيب بصوا يا شباب، خلونا نستخدم الوايت بورد. دلوقتي لو انا عندي مثلا الواي باص، سيستم 2 في 2، مثلا عبارة عن سالب 30 مثلا و15 10، أنا سالب 20. احنا قلنا علشان نجيب الانفرس في 4 ستيبس كده بنمشي عليهم. طيب ايه هي اول ستيب موجودة عندي اللي هي عبارة عن ايه؟ اول ستيب عندي اللي هي ان انا بحسب حاجة اسمها الادجسنت ماتريكس. دي هتساوي عندي ايه؟ نفس ال Y matrix بتاعتي، بس هبدل الأماكن بتاعة ال main diagonal element، وهعكس إشارة ال ايه؟ ال on وال off diagonal element. تمام؟ يبقى ال matrix النهائية عندي هتبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ سالب 20، وهنا سالب 15، سالب 10، وهنا كام؟ سالب 30. تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام. طيب يبقى ده بالنسبة لأول خطوة. طيب تاني خطوة موجودة عندي، أو تاني خطوة عندي بعمل ايه؟ بحسب حاجة اسمها الديترمينانت او المحدد بتاع الماتريكس الموجودة عندي. طبعا كلكم اكيد عارفين ازاي تحسبوا محدد مصفوفة 2 في 2، يعني اعتقد مفيش اسهل منها، واخدتوا في الكنترول الترم ده حاجات كتير فيها محددات. يعني بحسب الديترمينانت بتاعي ازاي؟ ايه يا شباب؟ 30 في خفي 20 صف، خفي صف وعمود، وبعمل ماتريكس اجيب المحدد بتاعه. لا انت شغال ماتريكس 2 في 2، الطريقه اللي انت بتقول عليها دي بتاعت 3 في 3. تمام. 2 في 2 بعمل ايه؟ هضرب المين دايجونال اليمنتس في بعض ناقص الايه؟ الاوف دايجونال او الانترسكشن الثاني. يبقى انا عندي سالب 20، سالب 30، ناقص سالب 15. ايه سوري، انا بشتغل على الماتريكس الاصلي. هي مش هتفرق، بس يعني عشان بس الناس تبقى عارفه، يعني عشان لو فرقت فيما بعد بتشتغل على الماتريكس الاصلي. يعني انت عندك سالب 30 في سالب 20 ناقص 15 في 10.
تمام كده؟ يبقى احنا جبنا ايه؟ المحدد بتاعنا. طيب بعد كده رقم 3 هعمل ايه؟ هحسب ال زد بص. يبقى رقم 3 هحسب ال زد بص. هتساوي عندي ايه؟ هتساوي عندي سالب جي في مين بقى؟ في الماتريكس بتاعتي اللي هي الادجاسنت ماتريكس، مقسوم كل element فيها مقسوم على الديترمينانت. يعني انا عندي 20 سالب 20 هنا كده على الديترمينانت سالب 15 على الديترمينانت، تمام؟ هنا سالب 10 على الديترمينانت بتاعي، تمام كده يا شباب؟ مجرد ما انت قسمت كل element من الelements اللي جوه على الديترمينانت بتاعك، تمام، وضربته بره في سالب جي، يبقى انت كده حسبت الزد باس بتاعتك بشكل تمام. بعد كده بقى ايه؟ نبدا نعمل نعمل بقيه الخطوات بتاعتنا عشان نحسب تيار الفوت. طيب عايزه بس انبهكم على حاجه، لو القيم بتاعت لو القيم بتاعت الامبيدنس موجوده عندك في البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو زي بعض، فانت هتبقى بتحسب مره واحده الحاجات دي، بما ان هم كلهم قيمهم ايه؟ زي بعض. لو القيم مختلفه، يعني مثلا البوزيتيف والنيجاتيف زي بعض والزيرو مختلفه، فانت هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا ان انت تحسب للبوزيتيف، بتقول ان هو بيساوي النيجاتيف عندك، تمام؟ وبعد كده تحسب الزيرو بشكل ايه؟ بشكل منفصل، ماشي؟ على حسب القيم ايه؟ القيم اللي موجوده عندك. اول سيركت هتشتغلها، يعني لو البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو مش زي بعض، اول سيركت انت هترسمها وتبدا تشوف بقى الكونكشن ومين متوصل بمين على حسب بقى الشكل بتاع السيركت. لازم الحسابات بتاعتها تبقى مانوال، يعني لو السيستم بتاعي 2 في 2 لازم تعمل كده الدايره البوزيتيف اللي انت هتبدا بيها دي، الحسابات فيها مانوال زي ما احنا موضحين كده بالستبس. والنيجاتيف والزيرو تقدر ان انت تختصر في الحسابات بتاعتهم عادي، لو انت حابب تستخدم الاله او تحل بالاله حاجه، ماشي؟ طيب يبقى انا عندي سواء سيستم 2 باس او 3 باس، اول سيركت هتشتغل عليها والبوزيتيف سيركت لازم تبقى عامل في اول دايره الخطوات بتاعتك مانوال كامل. بعد كده الدوائر الثانيه سواء كانت نيجاتيف او زيرو براحتك، حابب تستخدم الاله وتختصر في الحل زي ما انت حابب، يعني الموضوع راجع لك، حابب ان انت تكتب بالتفصيل براحتك، بس الناس كلها تبقى حاطه في اعتبارها ان الوقت او عامل الوقت هيفرق معاك. يعني انت لو هتقدر تنجز كده في اول واحده وتحل الباقي بالاله مثلا او بالنظر لو انت الدنيا عندك بسيطه، اعمل كده، ماشي؟ حابب ان انت بقى تكتب بالتفصيل برضو، دي حاجه راجعه. طيب لحظه واحده بس، مهندسة هو صوت وقف كده طول الوقت. نعم، في صوت يعني زي تشويش كده وحضرتك بتتكلمي. ما انا عملت ميوت ليكو كلكم وبعدين رجعت فتحت عشان اسالكم لو في مشاكل او الدنيا تمام ولا لا. في من عند حضرتك؟ يعني انا ممكن اعمل ميوت طول السكشن واشرح من عندي انا واش؟ في زي تشويش كده اثناء ما حضرتك تتكلمي طول الوقت.
طيب هو كده الصوت تمام ولا في مشكلة برضو؟ هو كده هدي شوية يعني، في الأول كان شديد أوي يعني، كان الصوت مغطي أصلا على صوت حضرتك يعني. لا هو كان في حد فاتح المايك في الأول. لا لا، غير محمد حسن، اه غير المايك، غير. طيب خلاص تمام ماشي، يعني كده كده تمام معاكو كده أحسن، الصوت؟ كده أحسن، كده طيب أحسن. تمام. انا بس هستأذنكم انتم تقفلوا المايك عندكم علشان بس ما اعملش ميوت وابقى بتكلم، يعني بحيث ان لو حد عنده سؤال يدخل ويسأل يعني بعدين يرجع يقفل المايك تاني. تمام. هنيجي بقى على ال 3 باص سيستم. خليني برضو نشتغل على الوايت بورد كده الخطوات بتاعته هتبقى عاملة ازاي، بعد كده نشوف مسألة. لو هنتكلم على 3 بوس سيستم ولنفترض مثلا عندي هنا 10، هنا 10، سالب 10، سالب 15، وسالب 20. وهنا مثلا عندي 5 و10، هنا 5 هعمل ايه؟ اول خطوة عندي هجيب حاجة اسمها الـ coefficient matrix. تمام. يبقى انا اول حاجة عندي هجيب matrix اسمها الـ coefficient matrix. دي هتبقى عبارة عن ايه الـ coefficient matrix دي او هحسبها ازاي؟ هي هتبقى matrix برضو 3 في 3، بس هحسبها ازاي؟ هبدأ ان انا مثلا لو عايز اجيب العنصر اللي هنا كده، يعني شايفين هنا المكان بتاعه هيبقى هنا في الكوفيشنت ماتريكس، هجيب هروح للعنصر المناظر ليه في الواي باس ماتريكس بتاعتي. تمام. الغي الصف والعمود بتوعه واعمل زي محدد صغير كده للايه، للعناصر اللي متبقيه عندي هنا. فهيبقى العنصر اللي هو الستوري اللي انا حطاها دي هتبقى هيبقى قيمته قد ايه يا شباب؟ لو انا عايز احسبه هتبقى قيمته قد ايه؟ هيبقى سالب 15 في 20 ناقص 5 في 5 اللي هي ب 25. يبقى سالب 15 في سالب 20 ناقص 5 في 5. تمام. وهكذا لو انا عايز اجيب element تاني مثلا هنا، ده اروح على مكانه فوق الغي الصف الغي العمود. هجيب العنصر ده ازاي؟ حد تاني غير الباشمهندس اللي اتكلم معايا من شويه. 5 × 20 = 5 × 10. تمام. وهكذا لحد ما نخلص بقى ايه بقيه ال elements الموجوده عندي. بقى انا كده جبت الكوفيشنت ماتريكس بتاعتي بشكل ايه، بشكل مظبوط. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل ليها ترانسبوز. تمام. يبقى انا هاخد الكوفيشنت ماتريكس واعمل ليها ايه؟ ترانسبوز.
يعني ايه ترانسبوز يا شباب لو فاكرين من الرياضة او من المحاضرة لو سمعتوها؟ اقلب الصف عمود ولا عمود صف؟ بالظبط. يبقى احنا هنا هناخد كل، هيبقى انا عندي طبعا دي سكوير ماتريكس 3 في 3، هاخد الصفوف بتاعتي احولها لاعمده والاعمده احولها لصفوف. بعد ما اعمل الترانسبوز للماتريكس بتاعتي هستخدم حاجه اسمها الساين رول او القاعده بتاعت الاشارات الموجوده عندي دي، هدخلها على الماتريكس الموجوده. ايه هي الرول بتاعت الاشارات دي؟ انا بشتغل بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، عندي هنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وهبدا ان انا اغير الماتريكس بعد ما عملت لها ترانسبوز، ان انا اخد كل اليمنت مناظر للمكان بتاع الاشاره واضرب الاشاره دي فيه. تمام. بعد الخطوه دي هحسب الديترمينانت بتاعي. تمام. الديترمينانت بتاع الماتريكس الثلاثة في ثلاثة، عارفين الطريقة اللي هو بناخد الاليمنت ده ونقول سالب عشرة ونشيل الصف والعمود، يبقى سالب عشرة في افتح قوس سالب 15 في سالب 20 ناقص 5 في 5. بعدين تاخد الاليمنت اللي بعده طبعا بتتابع الاشارات الموجب سالب موجب، او تحسبها بالآلة الحاسبة. يعني انت عندك طريقتين، يا اما مانوال يا اما بالايه باستخدام الآلة. تمام. وهوريكم بالآلة ازاي لو مش عارفين. في حد فيكم مش عارف يحسبها ازاي بالآلة؟ ايه يا شباب؟ لا سهلة بالآلة يا باشمهندس. طيب بعد ما حسبنا الديترمينانت بتاعي هقسم كل العناصر اللي موجودة في الماتريكس اللي انا عملت لها ترانسبوز بعد الساين. يبقى انا دلوقتي هقسم على الديترمينانت بتاعي. تمام. وهضرب في ايه؟ في سالب جي من بر. يبقى لحد هنا تقدر برضو تعملها بالآلة. بعد كده هتضرب في ايه؟ يبقى انا الخطوة الستة عندي لو هنقسمهم بالتفاصيل هتبقى ان انت تضرب خارج المصفوفة بتاعتك في سالب جي. وهنا كده يبقى انت كده وصلت لايه؟ للزد بص. تمام. كده كخطوات هنشوفها برضو على مثال بحيث ان الدنيا تبقى ايه، تبقى مظبوطة معنا بشكل احسن. ماشي يا شباب؟ لحد هنا في مشاكل؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب ماشي. يبقى احنا عندنا يا شباب عندنا هنا دي الماتريكس اللي احنا كنا شغالين عليها في السيستم اللي فوق. تمام. اللي هو ال 3 بوس سيستم ده طلعنا الواي بوس ماتريكس بتاعتنا عادي. تمام. هنحسب الديترمينانت بتاعها. ماشي. احنا زي ما اتفقنا في ال 2 بوس سيستم الديترمينانت بتحسبه على الماتريكس الاصليه مش اللي احنا عملنا لها بقى ترانسبوز وحاجات كده. فزي ما انتم شايفين هنا دي طريقه الحساب مانوال، بتقول سالب 20 تلغي الصف والعمود وتعمل ماتريكس للايه، للاربعه اليمنت اللي هنا. تمام. بعد كده تاخد زي ما قلنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، تاخد سالب 10 تلغي صف وعمود تعمل ديترمينانت للعناصر المتبقية، 5 تلغي الصف والعمود وتعمل ديترمينانت للايه، للاربع عناصر المتبقيين جوه. تمام. وتطلع قيمة المحدد. يبقى دي اول طريقة. تاني طريقة الآلة الظاهرة معاكم هنا يا شباب. اه ظاهرة يا باشمهندس. طيب هتجيب المود بتاعك، هتختار هتضغط هتفتحها يعني تضغط على مود بعدين تختار 6. تمام. وتدخل الماتريكس بس تبقى عارف انت مدخل الداتا بتاعتك فين. مثلا احنا اخترنا ماتريكس A، الدايمنشن بتاعت الماتريكس بتاعتك دي عبارة عن ايه؟ مثلا هنا الماتريكس دي 3 في 3 فانا هختار 1. هبدأ ادخل العناصر بتاعتي. انا عندي سالب 20. تمام. بعد كده عندي 10 5
بعدين 10 عندي سالب 15.83 وعندي 3.33 5 3.33 وسالب 8.33. يبقى احنا كده دخلنا الداتا بتاعت ايه؟ بتاعت الماتريكس بتاعتنا. بعد كده هعمل اضغط على الاي سي ده، تمام. انا عايز اجيب ايه دلوقتي؟ عايز اجيب الديترمينانت. هعمل شيفت، تمام. شايفين رقم 4 ده مكتوب فوق او ماتريكس، ده اللي هو بيجيب لي العمليات اللي اقدر اعملها بالاله بتاعتي على الماتريكس دي او الماتريسز عامه. فانا عايز اجيب الديترمينانت، هختار 7. عايز الديترمينانت بتاع مين؟ هعمل شيفت برده 4 واقول له الديترمينانت بتاع الماتريكس A اللي هو هضغط على 3 واقفل كده القوس واضغط يو سيف، تمام. يبقى هو طلع لي هنا ايه القيمه. طبعا الفروق هنا فروق تقريب، عشان طبعا ده مانوال وده بالاله، تمام. يبقى هو طلع لي هنا قيمه المحدد بتاعي، يبقى انا كده معايا قيمه المحدد. هرجع هنا اشوف احنا كنا ماشيين الخطوات بتاعتنا ازاي، ان احنا نجيب الواي باس، بعدين نجيب الادجسنت ماتريكس، بعدين نعمل ترانسبوز، بعدين قاعده الاشارات، بعدين الديترمينانت ونقسم عليه. فهو حسب الديترمينانت في الاول هنا علشان ما يتلخبطش، يعني بيحسبه على الماتريكس الاصلي. طيب، واخد طبعا الجي عمل مشترك عشان يبقى انت التعامل بتاعك كله بارقام بره، فتقدر تشتغل بالاله، لان انت ما ينفعش تشتغل حاجات على الماتريسيز بالآلة كومبلكس. طيب الـ adjacent matrix بتاعتنا حسب كل element موجود فيها، تمام. ان هو زي ما قلنا بنختار مكان الـ element، نلغي صف وعمود ونبدأ نحسب. لو تلاحظوا حتى هنا مثلا عشان أأكد لكم ان الحسابات جت ازاي، احنا لما جينا حسبنا الـ determinant مش قلنا سالب 20 ولغينا الصف والعمود واخدنا ديترمينانت للاربعه اليمنت اللي جوه دول، فكان ناتج الاربعه اليمنت اللي جوه دول اللي هو الرقم ده 120.82، هتلاقيه هو نفسه اول عنصر موجود عندك هنا، تمام. نفس النظام، هتلاقي ديترمينانت الاليمنت اللي بعده اللي موجود هو نفس الاليمنت اللي هيتحط في الادجسنت ماتريكس، وهكذا هنا لحد ما تخلص الماتريكس بتاعتك بشكل عام. طيب نفس السيكونس، بعد ما تخلصها هتاخد الرول بتاعت الإشارات، تبدأ ان انت تغير ايه الإشارات وتعمل ترانسبوز للماتريكس بتاعتك. اول element positive والإشارة بتاعته positive فما عملناش فيه اي تغيير، تاني element المفروض هضربه في إشارة سالبة فتغير معايا، وهكذا لحد ما تخلص برضو بنفس النمط ده الماتريكس بتاعتك. بعد كده هتبدأ تعمل ليها ايه ترانسبوز، ماشي، وتقسم الترانسبوز دوت على الديترمينانت، تمام. وبعدين يبقى انت وتضرب في جي بره، يبقى انت كده وصلت لايه للزد باس، الزد باس ماتريكس بتاعتك، تمام. حتى الان يا شباب في مشاكل او في حاجه وقعت من حد فيكو؟ لا تمام يا باشمهندسه، بس هي طبعا بقى هتختلف في كل سيكونس، يعني مثلا لو هو مديني كل سيكونس كل يعني كل واحد بقيمه فهتختلف بقى من اكيد طبعا اكيد، ولو حتى نفس القيم هتفرق في الزيرو برضو عشان التوصيلات برضو هتفرق معاك في الزيرو علشان التوصيلات. تمام يا باشمهندس، يعني حتى لو نفس القيم كده كده دايره الزيرو هتختلف معاك، البوزيتيف والنيجاتيف هيبقوا زي بعض، الا اذا كنت انت شغال الفولت بتاعك دبل لاين فانت اصلا دايره الزيرو مش هتكون معاك في الاعتبار حتى لو هو ادالك داتا جيفن لي، تمام. تمام يا باشمهندس. طيب لو احنا عايزين بقى نعمل الانفرس على الاله يا شباب هنعمله ازاي؟ احنا الماتريكس بتاعتنا موجودة اللي هي ماتريكس A، احنا دخلنا الداتا بتاعتها وكل حاجة، تمام. طيب بعد ما دخلنا الداتا هناخد الماتريكس A بتاعتنا، نرجع كده هنضغط، احنا دخلنا الداتا عادي خالص. حد عنده اي مشكلة في ان احنا ندخل الداتا بتاعت الماتريكس على الاقل حاسبة
ولا مش محتاجة أعيدها، هنبدأ من أول الخطوات على طول؟ لو ممكن حضرتك تعيديها يبقى أفضل. طيب يبقى أنا أول حاجة شباب الآلة بتاعتي أهي لسه فتحيها، هضغط على مود، بعد مود هضغط على 6 اللي هي الماتريكس، بعدين أي اسم بقى من دول مش هتفرق معايا، ماتريكس مثلا إيه، تمام. طيب دايمنشن الماتريكس بتاعتي دي إيه، أنت يا إما هتشتغل على حاجة 3 في 3 يا إما هتشتغل على حاجة 2 في 2، فإحنا الماتريكس اللي إحنا شغالين عليها دي كام؟ 3 في 3 اللي هي 1، رقم 1، يبقى هضغط على رقم 1. هتدخل الداتا بتاعتك عادي، تمام، دي اللي هي الارقام اللي موجوده عندنا هنا في الاكزامبل ده، تمام، سالب 20 10 5 10 سالب 15 0.83 3.33 5 3.33 سالب 8.33 وهكذا. بتدخل الرقم بتاعك عادي، يعني تكتب مثلا سالب 20 تضغط يساوي، هيوديك على الاليمنت اللي بعده وهكذا لحد ما تخلص الماتريكس. حد عنده اي مشكله يا شباب في دي؟ طيب بعد ما خلصنا ودخلنا الداتا بتاعتنا نضغط على زرار اي سي ده. طيب بعد ما ضغطنا عليه احنا دلوقتي عايزين نجيب انفرس الماتريكس بتاعتنا، انفرس الماتريكس اي دي، هضغط على شيفت، تمام. الشيفت هنا لونها اللي هو اللون الذهبي او البني ده، تمام. فانت اي زرار مكتوب فيه حاجه فوقه بنفس اللون يبقى الشيفت ده هيشغل لك الحاجه دي. فانا عندي هنا فوق رقم 4 مكتوب ايه؟ مكتوب ماتريكس، تمام. هضغط على 4 هيقول لي طيب انت عايزه تعملي اوبريشن ايه على الماتريسيز، عايزه تشوفي الدايمنشن بتاع ماتريكس، عايزه تعرضي قدامك ماتريكس ايه، عايزه تعرضي ماتريكس سي، عايزه تحسبي ديترمينانت الماتريكس، عايزه تدخلي الداتا تاني او تغيري فيها، تشوفي ماتريكس بي، تطلعي انسر، تطلعي ترانسبوز، انت عايزه تشتغلي على ايه بالظبط. فانا هقول له انا عايزه ماتريكس ايه اللي انا لسه مدخله الداتا بتاعتها، تمام. بعد كده هضغط على ايه، شايفين اكس اس سالب 1 دي؟ هضغط عليه، يبقى هو كده عمل لي مات A أو الماتريكس A أس سالب 1، ده معناه إن أنا عملت للماتريكس دي إيه؟ inverse، تمام؟ يبقى أنا عملت للماتريكس دي كده inverse، هضغط يساوي، هيعرض قدامي هنا الانفرس بتاع الماتريكس، تمام؟ طيب أنا ده اللي ظهر لي على الآلة، أنا هكتب إيه بقى في الامتحان؟ نفس الماتريكس دي بنفس الأرقام هتكتبها في الامتحان بس من غير الإشارات، تمام؟ يبقى أنت نفس الماتريكس دي هتنقلها كده بالأرقام في الامتحان بس من غير إشارة السالب الموجودة قدامك دي. طيب بس كده لأ، هتضرب الماتريكس دي في جي، إحنا يعني لو تفتكر إحنا أخدنا الجي طلعناها بره أصل، والزد بتاعتي كنا شغالين مفروض في الآخر خالص، هيبقى عندك إيه؟ أرقام بالبوزيتيف وفي جي قدام، يبقى أنا عندي نفس الأرقام هي، عشان نتأكد نفس الأرقام طلعالي هوت على الآلة بعد ما عملت انفرس، بس الإشارات عندي هنا كده سالب. يبقى أنت في الامتحان بعد ما تعمل الانفرس للماتريكس اللي أنت شغال عليها بالآلة هتاخد الأرقام اللي هتطلع لك في الانسر من غير الإشارة وهتضرب في جي بر، تمام يا شباب؟ لحد الآن في مشكلة في حاجة؟ تمام يا باشمهندسة، بس لو هي الماتريكس دي فيها إشارات تانية، بمعنى؟ يعني بمعنى إن الزد باص دي فيها نيجاتيف في الماتريكس، فيها سوالب. ما هو أنا عندي هنا دي فيها سوالب أهي، مستحيل. بص يا باشمهندس، مستحيل مستحيل إن الزد باص تطلع لك فيها سالب. ليه؟ لأن إحنا اتفقنا في الأول ان انا لو معايا قيمه فيها سالب جي معناها ان انا شغاله ادميتنس مش شغاله امبيدنس، دي امبيدنس فلازم تبقى جي بوزيتيف. تمام، وصلت؟ اه. طيب خلونا نشوف مثال. حاجه زي كده هي مش واضحه قوي في التصوير،
سيستم عندي، عندي جنريتور، ده سيستم 2 بس تمام، عندي جنريتور وعندي ترانسفورمر متوصل، الجنريتور ستار ايزوليتد، الترانسفورمر دلتا ستار ايزوليتد، عندي الباسبار 2 هو اللي عليه فولت، وعايزني اشوف مره لاين تو لاين تو جراوند، مره لاين تو لاين ومره لاين تو جراوند تمام. طيب عندي برضو موتور في السيستم ستار ايزوليتد ومديني قيم اكس 1 واكس 2 واكس 0 زي بعض بالنسبه للموتور، وبالنسبه للجنريتور اكس 1 واكس 2 زي بعض واكس 0 مختلفه، ومديني الترانسفورمر بتاعي الامبيدنس بتاعته جي 0.1 تمام. طيب طالب مني ان انا احسب التيار بتاع الفولت، وطالب مني ان انا احسب التيار اللي هو ما بين باسبار 1 وباسبار 2 تمام. طيب فاحنا علشان نحسب لازم نعمل السيركت بتاعه البوزيتيف والايه والنيجاتيف والزيرو. بالنسبه للدايره بتاعه البوزيتيف يا شباب، حد كده يعني طبعا شفتوها بس مش مهم، حد كده يقول لي بشكل السيستم ده دايره البوزيتيف هتبقى متوصله ازاي؟ هتبقى الجنريتور هيبقى سورس ورياكتنس، ايوه، ومعاه الباس بار، بعد كده الترانسفورمر ده رياكتنس بس، تمام، والموتور هيبقى سورس ورياكتنس ماشي. يبقى انا عندي كلهم هيبقوا متصلين ببعض عادي، كل حاجه همثلها بالشيء المناظر ليها. عندي الجنريتور هيبقى عباره عن فولتج سورس ومعاه امبيدنس، وعندي الترانسفورمر هيبقى عباره عن امبيدنس، والموتور هيبقى امبيدنس وباك اي ام اف تمام. طيب سيستم زي كده 2 في 2، طبعا انتوا الكلام موجود قدامكم بس برضو هعتبر انه هو مش موجود. حد كده يقول لي هنعمل الواي باس ماتريكس بتاعتنا ازاي هنا؟ يعني ده سيستم سهل المفروض. ها يا شباب يلا، هو هجيب هنجيب الواي واحد واحد تمام، اللي هي هتبقى عبارة عن ايه؟ واي واحد واحد دي عبارة عن ايه؟ واحد على جي بوينت واحد زائد واحد على جي بوينت واحد، اللي هو عبارة عن مجموع مقلوب كل الامبيدنس المتصلة بباسبار واحد تمام. طيب بالنسبة لواي واي اتنين اتنين هتبقى عبارة عن ايه؟ نفس الكلام برضه، هتبقى واحد على جي بوينت واحد زائد واحد على جي بوينت واحد تمام. اللي بعدهم كمل معايا بقى تمام. واي واحد اتنين هتبقى سالب واحد على جي بوينت واحد تمام، هتساوي برضه واحد، هتبقى هتساوي برضه واي اتنين واحد تمام. يبقى انا كده حسبت الواي باس بتاعتي. عايز اجيب الزد باس، هحسب الزد باس بتاعتي ازاي؟ هجيب ال determinant بتاع ال بتاع الماتريكس و بقسم بقى كل واي على ال على ال determinant بتاعها. بقسم كل واي على ال determinant بتاعها؟ لا بتاع الماتريكس يعني. طيب ماشي ماشي، ما انا فاهمه ان هو بتاع الماتريكس، بس انا مش بقسم الواي بس، مش بقسم الواي بس على مش بقسم الواي بس على الديترمينانت، انا بقسم بالظبط. فانت علشان هنا هم شبه بعض هي مش فارقه معاك، يعني انت لو اخدت الواي وقسمتها على الديترمينانت هنا الاثنين اليمنتس شبه بعض، بس دول انت ما حطيتش فيهم السالب فهتفرق معاك في الحسابات تمام. يبقى تركز على الخطوه دي قبل الديترمينانت، يعني حابب تعملها في الاول قبل الديترمينانت او بعده، المهم ان انا اللي بتعامل معاه اصلا في الاسم على الديترمينانت اسمه الادجسنت ماتريكس تمام. بنطلع الادجسنت ماتريكس دي ازاي؟ بنقلب اشاره المين دايجونال وبنبدل لا بنبدل المين، ايوه، وبنقلب اشاره الباقي العناصر بتاعه المين دايجونال ونعكس اشاره الاون والاوف دايجونال اليمنتس الموجوده عندي. يبقى انا بدلت هنا العناصر، طبعا مش فارق معايا تبديل الاثنين لانهم زي بعض في الاكزامبل ده تمام، وغيرت الاشارات بتاعه الاون والاوف دايجونال اليمنتس. طيب اخدت العناصر دي قسمتها على الديترمينانت بتاعي وضربت في جي بوزيتيف، كده بقى عندي ايه؟ الزد باس بتاعتي فين؟ في البوزيتيف سيكونس. طيب هل النيجاتيف سيكونس يا شباب هتبقى زي البوزيتيف؟ على حسب لو نفس القيم،
طيب ما نرجع كده نبص، ها هل الماتريكس الزد بوس ماتريكس بتاعت البوزيتيف هتبقى نفس الزد بوس في النيجاتيف؟ هتساويها، هتساويها، لان انا عندي القيم بتاعت الاليمنتس او الامبيدنسز الموجوده عندي في البوزيتيف والنيجاتيف زي بعض. يبقى انا كده عندي في النيجاتيف سيكونس الزد بوس بوزيتيف هتساوي الزد بوس نيجاتيف علشان القيم بتاعت الاكس بوزيتيف ونيجاتيف الاثنين زي بعض. تمام، عايزه بس انبهكم على حاجه، انت ابقى شوف مكان الفولت موجود فين. يعني احنا الفولت عندنا هنا موجود على الباس بورد 2، تمام، يبقى انت الفولت موجود عند باس 2. الحسابات بتاعه تيار الفولت يا شباب هنحتاج فيها الكي كي اللي هي الزد الكي دي اللي بتعبر لي عن الفولت باس، فانا عندي زد 2 2 هحتاجها. فانت كده بعد ما تحسب الماتريكس بتاعتك سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو، روح عند الاليمنت اللي انت هتحتاجه بتاع اللي هو بتاع الباسبور اللي حصل عنده فولت، اعمل عليه دايره بس عشان تبقى عارف ان ده اللي انت هتستخدمه، بحيث تبقى انت بتسرع على نفسك في الحسابات ان انت تلقط الرقم وتعوض بسرعه. تمام، طيب بالنسبه للزيرو سيكونس سيركت هنرسمها ازاي يا شباب؟ حد كده يقول لي هنرسمها ازاي؟ تبقى شبه النيجاتيف بس الطرف الدلتا ده يتوصل بالنيوترال. هتبقى شبهها والطرف بتاع الدلتا هيتوصل بالنيوترون من الجهة الشمال، فالدايرة اللي هتبقى داخلة معايا في الاعتبار اللي هي انهي الجزء ده عشان الجزء التاني مفتوح. تمام، طيب حد كده يشرح لي او يقول لي هنعمل الواي باس ماتريكس ازاي؟ هاي شباب يلا هنشوف كل اللي متصل برضه بالباسبار رقم واحد. طيب الواي واحد واحد، فمش هلاقي غير ناحية واحدة بس اللي هي 0.05. تمام، بس الباقي بنفس التسلسل، يعني الناحية التانية هتبقى زيرو لما اجيب الواي الواي واحد اتنين، عشان مفيش حاجة متصلة ما بينها وما بين واحد الباسبار واحد والباسبار اتنين مش متصلين ببعض اصلا، فهحطه بزيرو. بالمثل برضه الواي اتنين واحد هتبقى بزيرو برضه، والواي اتنين اتنين هتبقى اللي هي الاثنين امبيدنس المتصلين على الواحد، يعني على 0.1 زائد واحد على 0.1 الاثنين مضروبين في جي. تمام، طيب كمل لي بقى السيكونس بتاع الخطوات بتاعتك لحد ما نوصل للزد بوس. المفروض تعمل ايه بعد كده؟ هبدل بقى الدياجونال مكان بعض اللي هو مش هيتغير معايا لان العناصر التانية بصفر. بالظبط، أيوة. كده احسب الديترمينانت بتاعي وبعد كده اقسم بقى اضرب في سالب جي واقسم الادجستشن ماتريكس نفسها اقسمها على الديترمنت. تمام، بقى خلصنا الحسابات بتاعتنا وجبنا الزد باس للزيرو سيكونس. نفس الحاجه برضو، حط دايره بسيطه كده على الاليمنت اللي انت هتحتاجه في الحسابات بتاعه الفولت. تمام، علشان ايه؟ تسهل على نفسك بعد كده لما تيجي تعوض. طيب هو طالب مني ان انا اشتغل كذا تايب للفولت، طالب سنجل لاين تو جراوند وطالب دبل لاين وطالب دبل لاين تو جراوند. فاحنا في السنجل لاين فولت يا شباب بناخد أو في لما كنا بنحل بالسكيماتيك دايجرام كنا بنوصل الدوائر مع بعض ازاي في السنجل لاين تو جراوند؟ بتبقى الثلاث دوائر سيريز مع بعض عندي. طيب هنا بقى في الـ في الـ في الباس امبيدنس ميثود انا هاخد قيمه الامبيدنس اللي احنا اخدناها من الماتريكس بتاعه الفولتد باس، تمام، ووصل الامبيدنسز بتاعه البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو مع بعض سيريز. يبقى انا عندي هنا دي الزد كي كي اللي هي هتبقى زد 2 2 اللي احنا حددناها مع بعض بدايره فوق دي في البوزيتيف، تمام، هوصلها سيريز مع زد كي كي النيجاتيف سيريز مع زد كي كي في الايه في الزيرو. تمام، طيب يبقى انا عندي السورس بتاعي موجود، عندي الامبيدنسز اللي بتمثل لي البوزبار اللي حصل عنده فولت. تمام، يبقى انا عندي هنا ايه ال VF بتاعتي هتبقى بواحد بير يونت من احنا شغالين بير يونت. تمام، والمقام بتاعي هيبقى عبارة عن مجموع الثلاثة امبيدنس من البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. طيب انا كده حسبت ال I fault بتاع الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف. ال IF double dash بتاعي عبارة عن ايه في ال single line to ground؟ هو عبارة عن ثلاثة IF ال I fault بتاع الزيرو والنيجاتيف والايه والبوزيتيف بالبير يونت. طيب طلبوا منك اكشوال، لو انت عندك البيز هتضرب القيمه البير يونت دي في البيز بتاعتك، يبقى انت كده معاك قيمه التيار بتاعك ايه اكشوال. تمام،
ال VF بتاعتنا دي بتريفر لل Pre-fault voltage عشان لو محدش فيكو عارف. ماشي يا شباب؟ حتى الآن في مشاكل؟ مجرد تعويض في القانون بالأرقام اللي انت عملتها، يعني انت حساباتك للزيت باص لو مظبوطة المسألة كلها هتبقى تمام معاك، مجرد تعويض قوانين بشكل مباشر. تمام؟ حتى الآن في مشاكل يا شباب؟ لا تمام شقة، كله زي الفل يا باشمهندس. نيجي على الدبل لاين فولت. الدبل لاين فولت احنا كنا قلنا ايه يا شباب؟ الدوائر بتاعتنا هتتوصل سيريز عادي، بس احنا هنعمل نجلكت للايه، للزيرو نيجاتيف، للزيرو قصدي للزيرو سيكونس او الزيرو سيكونس سيركت، مش هتأثر معايا. طيب يبقى انا الشكل بتاعي هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عندي البري فولت فولتج، عندي النيجاتيف سيكونس امبيدنس بتاعت الفولتد باص اللي احنا جبناها من الزد باص ماتريكس، والبوزيتيف سيكونس. يبقى انا عندي الاي فولت بتاع البوزيتيف هو عباره عن ايه؟ هو او هو عباره عن البري فولت فولتج على الزد 22 بوزيتيف زائد الزد 22 نيجاتيف. تمام؟ لان الاثنين اصلا بيساووا بعض، يعني انا عندي الاي فولت بيساووا بعض كماجنتيود، بس طبعا اتجاه الحركه بتاعتهم عكس بعض. يبقى انا عندي طلعت كده القيمه بتاعت الايه، الاي فولت سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف عندي. طيب الاي اف دبل داش هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن سالب جي في الدبل لاين، سالب جي جذر 3 الاي فولت بوزيتيف. انت كده حسبته باليونت، طلبوا منك اكشوال فاليو، هتضرب الايه البريونت فاليو بتاعتك دي ايه في البيز اللي موجوده عندك. يبقى ده بالنسبه للايه، للدبل لاين فولت. طب لو انا عندي دبل لاين تو جراوند، قلنا في الدبل لاين تو جراوند بنوصل القيم بتاعه الامبيدنسز بتاعتنا ازاي، او بنوصل الامبيدنسز بتاعتنا ازاي؟ انت في السكيماتيك دايجرام كنت بتوصل للسيركتس، انما في الباص امبيدنس ميثود بتوصل الامبيدنس، الامبيدنس بتاع الفولتد باص. فهنا هنوصل الامبيدنسز بتاعتنا ازاي يا شباب؟ بارلل مع بعض. بارلل مع بعض. يبقى انا عندي سورس وفي امبيدنس، وعندي بقيه التو امبيدنسز التانيين ايه، بارل. طيب هحسب تيار الفولت هنا ازاي؟ هيبقى عباره عن، لو انا هتكلم على اي فولت البوزيتيف عندي هنا، هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن السورس اللي موجود عندي على الاثنين دول بارل مع بعض، اللي هما النيجاتيف والزيرو. تمام؟ زائد مين؟ زائد قيمه الامبيدنس البوزيتيف الموجوده عندي. تمام؟ يبقى انت كده عوضت، حسبت الايه، الاي فولت بوزيتيف. طيب الاي فولت زيرو هتحسبه ازاي؟ الاي فولت زيرو سيكونس هتعمل كارنت ديفايدر، وانت هتاخد السالب الاي فولت بوزيتيف بتاعك، طبعا عشان الفلو بتاع التيار. ماشي؟ يبقى انت هتاخد سالب الاي فولت بوزيتيف الموجود عندك. تمام؟ وتعمل كارنت ديفايدر. ماشي؟ انت عندك الامبيدنس اللي هي البعيده، انت عايز التيار اللي ماشي في الامبيدنس بتاعت الزيرو النيجاتيف، الزيرو سوري سيكونس، فهتقول الامبيدنس البعيده اللي هي بتاعه النيجاتيف على مجموع التو امبيدنسز مع بعض. كده انت طلعت ايه، قيمه الاي فولت بتاع الزيرو سيكونس. طيب الاي اف دبل داش بتاعتي في الدبل لاين تو جراوند سيستم بحسبها ازاي؟ هتبقى عباره عن 3 اي فولت ايه بتاع الزيرو سيكونس، اضربه في 3. يبقى انا كده طلعت قيمه الاي فولت دبل داش او الاي اف دبل داش اللي موجوده عندي. طيب برضو طلعها باليونت، لو انا عايزاها اكشوال فاليو هضرب في الايه، في البيز. يبقى كده اول مطلوب كان طالبه مني ان انا احسب الاي اف دبل داش على ال 3 تايبس اوف فولتس اللي هو حاططهم لي هنا. طيب تاني مطلوب بقى طالبه مني ايه؟ طالب مني ان انا احسب الاي 1 2، يعني الفلو بتاع التيار الموجود ما بين باص 1 وباص 2. بتاع التيار ده هحسبه ازاي؟ القانون ده يا شباب، شايفين القانون ده؟ ده كده هو الحاجة اللي تعتبر جديدة مع الجزء بتاع الامبيدنس ماتريكس ليكو، يعني كحفظ. لو هنلخص السكشن دوت في حاجات تتحفظ، فانت هتحفظ ده، وهتحفظ السيكونس اللي بتمشي بيه علشان تطلع ايه،
علشان تطلع ال y باس ماتريكس وال z باس منها. طيب هو الطالب دلوقتي انا عندي ال i وال j دول اللي هما الباسز اللي انا عايز اجيب الفلو ما بينهم. هو عايز يجيب الفلو من باس واحد لباس اتنين، يبقى انا عايز احسب الفلو من باس واحد لباس اتنين، فهحتاج القيمة بتاعت y واحد اتنين دي اللي هي ايه؟ قيمة الادمتنس الموجودة ما بين الاتنين باسز دول، وهحتاج من الماتريكس بتاعت ال z باس بتاعتي القيم بتاعت الامبيدنس اللي موجوده عند الايه، عند البوزيشن اي كي. اي كي دوت اللي هو اي، ده اللي هو الباسبار الاولاني اللي عندي اللي موجود عندي اللي انا عايز احسب عليه، والكي ده اللي هو الفولتد باس اللي عندي في السيستم. تمام، يبقى انا عندي من اول اي اي واحد يبقى واحد، وكي عندي عند باس اتنين هتبقى، يبقى انا عندي زد واحد اتنين اللي هي من البوزيتيف سيكونس او من البوزيتيف سيركت، وعندي ناقص A ناقص J 2 2. تمام، لو انا عندي السيستم ده 3 باسز وكان الفولت عند 2 مثلا، باسبار 2، وانا عايز احسب الفلو من 1 ل 3، يبقى انا دي هتبقى ايه؟ هتبقى 3 2. تمام يا شباب، واصله لكم يا شباب؟ يبقى 3 2 يا باشمهندس، الجزء اللي هو جي كي زد جي كي دي هتبقى زد جي كي. لو انت شغال على 3، لو احنا عندنا السيستم 3 باسز ماشي، وانا عايزك تحسب الفلو من باس 1 لباس 3، يبقى الاي بتاعتك هي ايه؟ 1، والجي بتاعتك 3، والفولت موجود فين؟ عند باس 2. تمام، يعني انا بشوف هو اللي عايزهم التيار اللي عايزه مثلا ما بين باس A وباس A مثلا، والفولت الباس بتاعك فين؟ عملين ريفير للفولت بقى. ايوه، انت معاك في 3 سيمبل، كل سيمبل فيهم بيمثل حاجه. الاي ده مثلا بيمثل الباسبار الاولاني اللي موجود عندك او اول باسبار انت بتشتغل معاه، الجي بيمثل لك اخر باسبار انت شغال عنده، تمام، والكي بيمثل لك الفولت الباس. فانت بتبقى حاطط في اعتبارك الثلاثة سيمبل دول بيريفيروا لايه في السيستم. تمام باشمهندس، ماشي. لو انت شغال سيستم 2 باس، ممكن الكي والكي والاي يبقوا زي بعض، او الكي والجي يبقوا زي بعض، بس لو 3 باس ممكن الثلاثه يبقوا مختلفين، فتبقى حاطط في اعتبارك كل واحد بيمثل ايه. تمام. طيب بعد كده هتاخد يعني القوس ده هنبقى بنضربه في الاي ايه، في الاي فولت بوزيتيف اللي هو الاي بتاع اللاين ايه. لحظه، هنا اللي هو بتاع الدبل لاين تو جرام. ماشي، حسبنا كده الاي واحد اتنين او الفلو في البوزيتيف. تمام، هنحسب الفلو في النيجاتيف نفس السيكونس، بس انت طبعا لو القيم بتاعه الامبيدنس في البوزيتيف والنيجاتيف مختلفين فهيبقى في اختلاف عندك. تمام، لو القيم متشابهة الماتريسيز هتبقى متشابهة، والوايات دي هتبقى متشابهة، والتيارات هتبقى متشابهة. فالاختلاف اللي هيظهر عندك هيبقى فين؟ في الجزء بتاع الزيرو، لأن القيم هتبقى مختلفة. تمام، طبعا عشان احنا التوصيلة بتاعت الزيرو ما كانش في عندي امبيدنس موجودة ما بين واحد واتنين، كان قيمتها بصفر، فقيمة الفلو اللي موجود في الزيرو سيكونس هيبقى بصفر، لأن الدايرة بتاعتي مفتوحة أصلا. تمام، لحد كده تمام يا شباب؟ في حد عنده اي مشاكل؟ ايه يا شباب؟ تمام يا باشمهندس، تمام. طيب احنا كده خلصنا السكشن، ان شاء الله يعني الدنيا تكون مفهومة واضحة معاكم، و يعني مش عارفة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين هو اخر سكشن ولا لا، فيعني ربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحانات وفي كل اللي جاي، ولو في حد فيكم محتاج اي حاجه يعني او كده يبقى يبعت يعني. باشمهندسه حضرتك هتنزلي بدي